هون سكويب. السلام عليكم واهلا بيكم، معاكم محمد عليوة. كتير مننا بيواجه مشاكل مع اجهزه الكمبيوتر، بس ما بنعرفش نفسر ايه المشكله. كل اللي بنعمله احنا بنشيل الجهاز ونروح لاي واحد متخصص يصلحه. في الفيديو بتاع النهارده هعلمك ازاي من خلال سماع صوت الصفاره اللي بيصدرها جهاز الكمبيوتر الخاص بيك انك تميز ايه المشكله اللي الجهاز وقع فيها، انك تعرف الصوت ده جاي من ايه وايه المشكله. كل ده هنشوفه مع بعض، خليكم معايا هنتابع بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية. انواع الصفارات كتير، هناخدها بالتدريج واحده ورا واحده وهنعرف الفرق ما بينهم. خليكم معايا وتابعوني. في البدايه بنسمع صفاره واحده مطبوعه بصفارتين اقصر منها، وهنا المشكله بتكون في كارت الشاشه، تحديدا في كارت الفيجا. ممكن احنا نخلعه ونركبه تاني، او نخلعه وننظف مكانه، ولو ما اشتغلش نحاول ان احنا نجربه على ماذر بورد تانيه بحيث ان احنا نشوف المشكله فيه ولا في السوكت بتاعه. ولو ما اشتغلش بعد كده هنحاول ان احنا ناخده لحد متخصص او حد فاهم اكتر يشوف لنا ايه المشكله ويفحصه بطريقه اكتر. المرحلة التانية بنسمع صفارة واحدة بس، ده بيدل ان الرامة مش متركبة بشكل كويس. لو هما قطعتين بنحاول ان احنا نبدل واحدة مكان واحدة او نجربهم واحدة واحدة لحد ما نحصل المشكلة في واحدة فيهم بس. الرابعة ممكن ان احنا نسمع اربع اصوات صفارات ورا بعض، المشكلة هنا بتكون في التايمر الخاص باللوحة الام. تمام يا جماعه. طيب لو سمعنا خمس اصوات صفارات ورا بعض بتكون ايه المشكله؟ بتكون المشكله محصوره ما بين البروسيسور وما بين اللوحه الام. تمام. طيب لو سمعنا سته بيكون المشكله في اللوحه الام نفسها، في طريقه تركيبها او انها مش متركبه بشكل مظبوط، نحاول ان احنا نركبها تاني بطريقه سليمه. تمام يا جماعه. طيب لو سمعنا 8 اصوات صفاره ورا بعض تكون المشكله في الذاكره الخاصه بكارت الفيجا، كارت الشاشه فيه مشكله في الذاكره بتاعته. ولو سمعنا صوت 9 صفارات ورا بعض تكون المشكله في البايوس، وبالطريقه دي هنروح لاي واحد يشحن لنا البايوس. اي حد متخصص في مكتب هيقوم بشحن البايوس مره تانية. بس احب انوه عليكم ان في كتير من اجهزه الاستعمال الخارج بتصدر صوت صفاره اثناء بدء التشغيل، وهنا ما بيكونش في اي مشكله. بتكون كل العمليه ان الجهاز بيقوم بعمليه فحص شامل على كل القطع الداخليه اللي فيه، فما نقلقش من اي حاجه وان الجهاز هيفتح بطريقه سليمه. في نهاية الفيديو كان معاكم محمد عليوة، أتمنى إن أنا أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشجعني أنزل فيديوهات جديدة.